السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. النهارده هنعمل كرافت بسيط وطيب كده، مش مكلف خالص. اي علب احنا بنشتريها بنستعملها في اي حاجه، سواء علب تونه، علب اناناس، حليب مكثف محلى، اي علب عندنا هنشيلها. بعد ما نشيلها عايزين ناخدها، هنشيل من عليها الورقه وهنعمل الكرافت اللي هنعزله المواد دي، عبارة عن شرايط ملونة حسب ذوقكم، وعايزين خرز برضو حسب لون الشرايط اللي هنحطها، مقص، وعايزين يا إما شرايط خيش أو ممكن حتى لو حبل، وعايزين علب فاضية، وعايزين مسدس شمع. دلوقتي هناخد العلبة بتاعتنا وهنعمل فيها زي كده حزوز بالمسدس اللي عندنا. ناخد بالنا لان الحرق منه خطير جدا 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 كده. وهناخد الشرايط اللي عندنا الشريطة وهنبتدي نلفها حوالين العلبة بتاعتنا بالشكل ده، بس نوصل لغاية اول سطر. نرجع نحط تاني كمان سطر من اللزق هنا لغاية ما نكمل كل العلبة بتاعتنا بالطريقة دي. دلوقتي غطينا كل العلبة بتاعتنا بالحبل اللي عندنا او الشريطة اللي عندنا. عايزين بقى نحط هنا حاجة كده تكون لونها مختلف، فاحنا انا عندي هنا خرزة زرقاء، فهحط شريطة زرقاء علشان يردوا مع بعض، فهحط دي هنا والزقها برضو بنفس الشكل نفس الطريقة. تمام كده. دلوقتي بقى هناخد الخرزة اللي عندنا وهنحطها برضو علشان نكمل التزيين، نحطها كده في النص مثلا. عندنا هنا في ورد وفي لولي، ممكن نحط لولي. هي صغيرة اصلا مش هتاخد زينة كتير، الحيز اللي عندنا صغير يعني. ممكن تزينوها بقى بالطريقة اللي انتوا عايزينها. دلوقتي هنحط على الاطراف بتاعة العلبة من تحت هنا شمع عشان خاطر نثبتها على القاعدة اللي عندنا على الاطراف، شايفين؟ كده. وهاخدها بختار المكان اللي انا عايزه احطها فيه، يعني ممكن كده. ممتاز. دي كانت الكرافتايه بتاعتنا للنهارده. زي ما انتم شايفين وصفه سهله خالص وما بتكلفش كتير ابدا ابدا، وفي نفس الوقت شكلها حلو وبتلملم لي حاجات كتير ممكن تبقى هنا وهنا وهنا وهنا. بتمنى تكون الكرافتايه بتاعتنا النهارده عجبتكم، وبشوفكم ان شاء الله في كرافتات جديده. باي.